الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان في يد أحدكم فسيلة وإذا قامت الساعة فيغرسها. شيخ الفاضل، ما الحكمة في ذلك وما معنى ذلك؟ وجزاكم الله الخير وحرف الله شيخ هذا. سؤاله الثالث شيخ الحديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها أو فليفعل. نعم. الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وإسناده لا بأس به، وضعفه بعضهم، لكن الحديث من حيث دلالته دلالة واضحة مطابقة للقرآن، لأن الله تعالى قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر في عبادة الله عز وجل حتى يأتيك اليقين. يقول قائل: طيب الشجر الغرس هذا ليس من مما فيه عبادة؟ الجواب أن الغرس فيه عبادة من حيث نفعه المتعدي الذي يحصل به عمارة الأرض ونفع الخلق، فإنه ما من صاحب شجر ولا غرس يأكل الطير منه إلا كتب الله تعالى له أجر ما أكل وما أخذ ولو لم يعلم، فذاك من جملة العمل النافع الصالح في ذاته أو في مآله وعاقبته. فالحديث لا إشكال فيه، وفيه الندب إلى استمرار العمل الصالح والعمل النافع الراشد ما دام الإنسان حيا، وإذا قضي عليه بالموت بعد ذلك فإنه أمر خارج عن اختياره، ويكون بذلك قد حقق قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحسن الله إليكم.